مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأريكم طريقة سهلة وشهية لعمل مفركة البطاطس. أولا وفي قدر الطهي نضع 500 جرام لحمة مفرومة، ويضاف إليها زيت وملح وفلفل أسود، وتقلب باستمرار حتى تنضج. ثم نقطع بصلتين ونضيفهم إليها. يقلى البصل قليلا، ثم يضاف 500 جرام بطاطس مقطعة مكعبات، وتترك حتى تنضج مع القليل من التقليب. وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.